السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشرح رقم 2 عن الموضوع اللي احنا حكينا عنه الأول، يعني عن قراءة الخريطة اللي كان سابقا، يعني عن لمبات وشالتا وهذا مخطط هلأ هون مثل احنا ما شايفينه عن الأبي أس، وهذا الكف هون الشتويا جريت اللي بسموه اي سي او كف تبع الاي بي اس. لنفترض مثلا عم تعمل له سكانر وما عم ياخد، يعني كان كوميونيكاسيون او نو كونكشن، او يعني في عندك عطل ومضوي الضوء تبعت الاي بي اس اللي هو هذا الاي بي اس مضوي معك الضوء، وبدنا نحدد العطل اللي احنا ليش ما عم نقدر نفوت بالدياجنوزي بالسكانر على السيارة. الخطوات الرئيسية اللي احنا تعلمناهم هن الأرقام اللي هي 30 و15 و31، وتعلمنا انه 30 هو البلوس الزائد يعني، والمينوس هو 31 اللي جاي ديركت على البطارية. وهون اذا بتلاحظ في علامة مفتاح سويتش، تفتح الكونتاك بصير هذا على كهرباء، اذا ما فتحنا الكونتاك هذا ما بيجي على كهرباء. اول خطوة بنشوف الديركت، تلاحظ هون في الوصلة حكينا عنها جاي من هون وجاي على زيشرونج فيوز وجاي ديركت على الكف رقم 9. مشان تفحص هذا لازم تجيب الاوفومتر او لمبة الفحص وتحط هون على رقم 9، لازم بالفيش قصدي رقم 9 لازم يجي على بلوس. اذا ما اجى على بلوس بدنا نفحص الفيوز هذا او الكابل يكون مقطوع. كمان هذا الخط الثاني كمان نفس العملية، 25 لازم يجي على كهرباء، لازم تضوي اللمبة 12 فولت. اذا ما هيك بتشوف الفيوز او الكابل. هايدي خطوتين مهمين. خط البارد ضروري جدا رقم 8 ورقم 24 لازم يجي عليهم خط بارد بالعكس. يعني منلاحظ هون رقم 15 جاي على فيوز مباشر على رقم 4، يعني لازم تفتح السويتش الكونتاك وتشوف رقم 4 وصل له كهرباء او لا. هدول الخطوات الرئيسيين لحتى تقدر تفوت بالسكانر على السيارة. هذا الفيوز ما لنا علاقة فيه هلا حاليا، هذا لللمبات ما لي علاقة فيه. وهذه الريلي وهي ريلي لللمبات، هدول بنحكي عنهم بالمستقبل عن الريليات. بس الأهم هلا إنه ليش السيارة أو ليش السكانر ما عم تفوت، يعني لازم تفحص أساسيات البلوس والمينوس على الكف أو اللي هو HCU الشتوية الجريت تبعت السيارة. هذا هون مفتاح، هذا وقت تدعس فريم لازم تيجي رسالة انه انت دعست فريم على رقم 18. وعندك هون سنسور 1 سنسور 2 3 و 4، يعني واحد قدام يمين قدام شمال ورا يمين ورا شمال. هلا الموضوع تقريبا منتهي، والاساسيات يعني انه لنقدر نفحص ليش ما عم نفوت على السيارة لازم نحط سكانر ونشوف البلوس والمينوس. اذا كله تمام بيكون عنا الكف مضروب، او اذا منه تمام بنصلح العطل. والله يعطيك العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.